سعيده بموضوعاتك الرائعه بجد. انت وعدتينا هنتكلم عن موضوع التمثيل الغذائي وانا بجد مشتاقه اعرف. يعني انا اول واحده عايزه اعرف منك بقى، اعرفينا ايه هي عمليه التمثيل الغذائي، ولنا بقى ايه اللي يعني ايه قصتها. التمثيل الغذائي عمليه مهمه جدا، بالانجلش المصطلح الطبي بتاعها الميتابوليزم او الايد. الايد التمثيل الغذائي مفهومه كده، يعني هتكلم من الناس بطريقه بسيطه، هي تفاعلات كيميائيه الجسم بيعملها يحول لي الاكل اللي بناكله لطاقه. حلو. فمن غير تمثيل غذائي فعلا مفيش حياه، لان انا بقول التمثيل الغذائي مش بس عشان يعلي لي معدل الحرق او للنشاط. يعني انت كل ما التمثيل الغذائي بتاعك بيعلى انت نشاطك بيعلى. لكن الحقيقه يا عظيمه في طاقات خفيه، ناس كتير مش عارفه ان الطاقات الخفيه داخل الجسم محتاجين فيها عمليه تمثيل غذائي. زي ايه؟ زي طاقه التنفس او طريقه النفس اللي احنا بنتنفسه، ده محتاج سعرات حراريه ومحتاج تمثيل غذائي. نقل الهرمونات اللي في الدم من الجلاندز او الغدد اللي بتنتج الهرمونات لمستقبلاتها في الخلايا محتاجه تمثيل غذائي. نقل الفضلات والتخلص من السموم والديتوكسيفيكيشن بتاع الجسم كله محتاجين فيه تمثيل غذائي. عمليه هضم الطعام دي عمليه صعبه جدا، احنا ما بنحسش. اولا احنا طبعا لو هنتكلم على الهرمونات انا ما بحسش بهرموناتي، لكن ده تمثيل غذائي، زي ما بحسش بعمليه الهضم. صحيح. عمليه الهضم عمليه صعبه جدا. أكيد. محتاجه سعرات حراريه، ان احنا ناكل والمعده تبتدي تشتغل والامعاء تبتدي تشتغل والهدم والبناء للاحماض الامينيه والحاجات دي كلها، كل ده محتاج تمثيل. التمثيل الغذائي قصه كبيره جدا، ولازم نهتم ست راجل. لو هتكلم الفرق بين الست والراجل، ايه بقى الراجل التمثيل الغذائي عنده الميتابوليزم اعلى، الجندر بيفرق معاه، لان الست عندها دهون اكتر من الراجل، الراجل بنيانه عضلات اكتر. فمهم ان انا حتى الستات تبني عضلاتها او يعني تتمرن عشان تعلي سرعه التمثيل الغذائي. أوكي. فالتمثيل الغذائي مهم جدا جدا للبقاء على الحياه الحقيقه.